قال الكرملين يوم الاثنين إن هناك حديثا عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة المجموعة العشرين في جويليا القادم، لكن لم يحدد شيء بعد. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر على الهاتف مع الصحفيين إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فيلين وسفير روسيا لدى واشنطن سيرجي كيسلياك لم يناقش رفع العقوبة عن موسكو في اتصال هاتفي. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردين سياسة أمريكا وحلفائها بالاستمرار في تزويد المسلحين في سوريا بأسلحة متطورة يضرم النيران في المنطقة ككل، ويرى أن الحوار السوري الطريق الوحيد لحل الأزمة. انتخبت حركة حماس يحيى سنوار القائد العسكري وأحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس رئيسا لمكتب الحركة في قطاع غزة خلفا لرئيس الحكومة الفلسطينية السابق إسماعيل هنية. ويذكر أن يحيى سنوار معتقل سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إن بلاده مستعدة لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية في إطار تعاون البلدين لمكافحة الإرهاب. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس اللبناني ميشيل عون الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للبنان في أكتوبر الماضي. تجددت المظاهرات في العاصمة الرومانية بخروج آلاف المواطنين إلى شوارع العاصمة الرومانية بوخارست للمطالبة باستقالة الحكومة التي يتهمها معارضوها بتقويض جهود مكافحة الفساد وجر البلاد إلى الوراء.